خير، يسعد صباحكم. وانا بالعاده يا اخوان، انتم عارفين اول ما بطلع بتفرج على الزواجل، اذا في زواجل او اشي بفوت جوا واموري تمام. هسه بضرب عيني قبل ما اطلع، وليش يا معلم؟ في طير هان احمر، نوري احمر، عبسي احمر، والله ما انا عارف. طلعتنا مع بعض، نفك الحبل بس على السريع. ايوه وينه؟ انا مطلع الحمام من زمان. الله كان هان، اقسم بالله. اي الغالي، هي والله عبسي يا اخوان، صلاة النبي. عبسي لا، حرذون والله. اهلا وسهلا باللي جاي، يسعد دينك اللي جاي. طبعا انا مطلع فرخ من هذيك المرة، هون شكله طيرة. تعي 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 تعي، والله جعان يا اخوان. تعي 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 تعي. مش راح تطلع الحين من السطل، ثبتها. والله جعان يا اخوان. وانا قبل يومين او ثلاث، يوم الجمعة، يوم اللايف، يوم الخميس كان، طلعت واحد. ايش في؟ تعي تعي تعي. وين 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 وين؟ اقعد يا غالي، اقعد يا غالي. صح صح الشيخ، دفز تغليها. يوم الخميس يا اخوان طلعت واحد من الفراخ، واني قلعت. كان هو امه اعطيتها لواحد صاحبنا، وظل هو الفرخ. سبحان الله. داعي. انا اظبط الكاميرا. يعني اخوان، هاي الحمام انا بتركها برا في الليل، عرفتوا كيف؟ بتركها برا في الليل، يعني بخلص تعشيات الحمام كل شيء تمام، بفتح الباب وايش، بخلي الحمام دشر برا، بس هي الباب مسكر طبعا من الهواء. والله حردون صغير، مفكوك اشكاله. سبحان الله، مطلع واحد قبل يومين بالضبط. كان عندي وقتها ابو حاكم وابو نعيم واحمد وموسى ومهند الحمص. والله تعشانها كشو، سبحان الله. هيا شكلها طيره، شكلي يا معلم. راح ازقهم مع بعض. هاي طيري، هاي طيري، وهي الصيد. هاي طيري وهي الصيد. سبحان الله، يعني طالع ومش عامل حسابي على اي شيء. طبعا هسه بدنا نطعمي هدول الحمامات. نحبس هنا على طول. بيهوج بيهوج. الله يبارك لنا. طبعا صيد على الصبحيات هيك من دون اي شيء، من دون اي تعب، ايش احلى منها. خلينا نفتح الحمام. يا اخوان، في ناس بيسالني على المزهور.
وين المزهور؟ وين المزهور؟ هاي المزهور. بس يا اخوان لبدته لانه الطير بده يشرد. الطير كان راح يشرد من عندي ولبدته، طبعا هيو على نفس تلبيسته. تمام؟ هسا الناس بقول لك ابو يوسف ليش بينت الطير؟ ليش بينت تلبيسه الطير؟ لانه ما حدا سالني عليه. ما حدا سالني عليه. هسا اللي بيسالني عليه ما له عند الطير، ليش؟ لانه الطير اخوان صار لي من زمان صايده، ما حدش سال عليه، واللي ذكروا لي تلبيسته ذكروا لي تلبسته غلط. يعني اللي قال لي لابس كذا قال لي اياه غلط، فمش عارف شو تلبيسته. هذا هو الطير هي عندي وخلاص. صراحه يعني بصراحه اي كشيش بيعرف هذا الحكي، المحطاط والكش والحط، حتى اذا كان بفسد، اذا كان بفسد على العلف وعلى الجوع غصبت عنه بيعرف. مش مجال اذا فسد بس قول له تعي على طول بزت عندك. تعي 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 تعي. شوف هسه كلها كيف تكفي. تعي 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 تعي. مجرد بس ما تزت شوية علف كلها بتحط. طلع يا معلمي. فهاي شغلة منيحة يعني انه انك تجوع الطير. بس طلع رغم هيك مش الكل جعان. مش كل الحمام جعان. طيب هذا بلاش تخربطه مع طيري. مبين. مبين الغالي. مبين الشيخ. والله حارتنا صايرة طب شغلات حلوة. هاي الصيد كان في ناس بيقول لي ما بتصوروش منيح. هذا طير يا اخوان. لا هذا الصيد. هسه فرجيكم الطير. هاي يجي مولعة معه بس بده طيرة المعلم. بده طيرة المعلم. هاي اجت الطيرة. شكلها طيرة والله اعلم. يا اخوان الجوع للطير. الطير بضله يا عمي ملزق بالسطح غير تعوده انه يضله جوعان وانك تكشه. هذا البتنجاني هذا شايفينه يا اخوان. هاي البلدي. حج بلدي معلم الاول ابو البلديات. شكلك راح تصير قوي عندي انت. مش عارف شو مقعدوا عندي انا البلدي هذا. روح على الزروع استلزق احسن لك. روح يا زلمه. الله اكبر والعزة لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له. له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الرسول محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يعني إخوان اذكروا الله وصلوا على النبي. وإخوان اللي ما بيصلي يصلي. يعني والله العظيم الصلاة منيحة. بقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي مسود. هي مزهور أسود والله أو دباني ما بعرف. هي راح غاد. هي غاد 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 غاد. والله انا عارف كيف يعني. ليش ما كان معي ولا مش كان معي مش عارف. هيو رجع. هيو رجع مزهور والله يا اخوان. يلا بلكي حظنا حلو فيه. يلا يا غالي. يلا يا ابو الليالي. مزهور وحردون والله. وضعنا لوز اليوم اذا بنضربه. والله مزهور اسود يا اخوان. كتفه بلاطه مبين. كيف عرفت؟ لانه اسود ظهره ابيض. فيش مجال. بس والله ما هو جاي. مش جاي. راح غرب غرب راح نواحي الغرب.
شوف كيف الحمام اخوان بتحط عشانها جعانة. هاي المفروض طعميها نص بطن، تقلل عليها تدريجي. نسمع الاذان مع بعض ونصلي على النبي. اي المزهور ما بطلعه يا اخوان، مبدئيا بطلعه مغارب. اخوان بدنا نسمع كل اذان، بس انا شايف انه الجامع عنده لاق السماعات تبعين الجامع. الله اكبر الله اكبر. طبعا هاي بوازنا اخوان شغالين عليها منيح، يعني البواز حطيت معهم فرخ الزاجل، بس فرخ الزاجل ما بزبط معهم لسه، بده شوية دعك. يا باي شو مجانين هذول يا اخوان، يا باي شو مجانين، الله لا يفرجيكم. مش ما ضمون عليها، طلع طلع طلع، كثير كثير مجانين، ظلهم يخابطوا. طلعنا الزاجل طبعا. ايش في هنا كمان؟ في بوز هنا ضعيف شوية يا اخوان، بدي اطلع. هذا البوز ضعيف شوي، وفي بوز كمان احمر، هيو شوف كيف تعبان، بس مش قادر مش قادر مش قادر اسكر الشبك ولا قادر اعمل اشي. يعني طلع، اذا بفتح الباب سلامتك، الحمام كلها طارت. خلينا نحط التلفون هيك. طبعا هدول البوزين شايف فاض، هذاك صح تعبانات. ايه العلف، ايه العلف، العلف العلف العلف، ولا 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 يا واطي. الله لا يوفقك الهي، الله يغضب عليك. روح روح، فوت فوت فوت، كل كل كل. شوف جعنان، بس هدول يا اخوان عزهن طعميهن نص بطن. يا سلام، نص بطن احسن، بتبلش معهم مثلا تدريجي، اما تجويع على طول والله غلبه يا اخوان. انا بالنسبه لي غلبه، ليش؟ لانه مش معود طيره على الجوع. تعال خذ. اه طبعا موسى على الجوري يا اخوان كان مقولع، والله اجاني موسى شال لي القلع تبعه. انا بصراحة كنت يأسان منه بديش اعالجه، والله شال لي القلع تبعه سبحان الله، ثاني يوم صار ياكل عادي طبيعي. شوف كيف بوكل صلاة النبي، بوكل بشراهة، بس ما بدي اقرب عليه ولا ادقره لحد ما تم تزبط، لانه طلع حلقه كيف لسه في دم، خايف اقرب عليه يصير الطير يتألم وما يعرفش ياكل. بما انه بوكل كثير منيح، خليه ياكل يشد صحته وبعدها بنشتغل معه. هسه اشتغلوا في الجامع. يا اخوان هاي علبة العلف بتأثرش في الحمام كلها، يعني لو اكلوها تعيك تعنزل كل. ما بتأثر، والله ما بتأثر، كله كله كل. ما بتأثر، كل كل يا غالي. ما بتأثر ما بتأثر. يا اخي ما بقدر اشوف طيرة جعانة، ايش تعمل يا اخي؟ ما بقدر، في طيور، الطيور الجديدة بدك تجوحها، بدك تكشها جديد تجوحها. اما طير عندك من زمان يا اخي، والله يا اخي مش ظابطه معي اني اسيبه جعان، والله العظيم يا اخوان. شوف ايش في حياه تطير حمام. يلا شوفكو بتنجاني، بتلحق حبه الدراي، قاعد من وين؟ وين؟ كلها خلص. طلع يلا امشي. طلع بتنجاني صراحه النبي زي الحلاوه صح. هاي عندي نحاس فرخ. ابو البلديات يا غالي، يا منور الليالي. انا صار زي فرير عندي صراحه النبي، بس في الخشاين هذول لازم تخبطوا بالعصايه هيك. هاي البوز، شوف البوز هذا تعبان يا اخوان، بارك طلعته على الموعد، ترك الحمام ونزل. بحكي ايش ماله البوز هذا، ايش ماله البوز هذا، ايش ماله البوز هذا، كان مقطوع والله حتى.
انقطع وظلوا مطحون عليه وطلع. بحكي ليش هيك ترك اخوانه ونزل؟ لما حط تذكرت انه البوز تعبان، فرخ البوز تعبان. طبعا الجو هوا ديروا بالكم يعني مش مساعد اصلا الكش. ابو المسويد اطلع اطلع يا واطي. طبعا يا اخوان نشكر اصحابنا واخواننا وحبايبنا اللي دائما داعمينا باللايكات، يسعدينكم يا اخي. الفتره هاي الشباب في اللايكات مش مقصرين. طبعا بدي منكم يا اخوان اللي موجود معنا بالفيديو وحط لايك يكتب ثم عشان اعرف قديش واحد شيخ ابن شيخ حط ثم، قديش واحد حط لايك. دعي 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 دعي، او عشان اعرف الشباب يلي بحطوا لايكات اعلمهم احكي هذا دائما بحط لي لايك على الفيديو تبعي، هذا بحط لي ايش، هذا بحط لي زي هيك. يا اخوان زي هيك بنشتغل مع الحمامات. طبعا احنا ما في عندنا موعد، وانا السنه هاي ماخذ استراحه من الموعد عشان تكونوا عارفين، اصلا ما في، عرفتوا كيف؟ يعني الوحيد اللي بطلع على الموعد ابو سميح حاليا، ويعني اسمع يوم بكش يعني يوم بكش وبلاقي خليط وعشر لا، عرفتوا كيف؟ يعني بتطلع حمامه بتدور، يوم بلاقي ناس يخلط فيه وعشرة أيام ما بلاقيش حدا يخلط فيه، يعني يوم بلاقي ناس كاشة وعشرة أيام بلاقيش ناس كاشة. فهذا ما اسموش موعد، هذا بصراحة ما اسمه موعد. ليش ما اسمه موعد؟ لأنه الموعد اسمه موعد. ليش؟ مثلا ليش اسمه موعد؟ مثلا أنا وأبو سميح وأحمد ومحمد وحسين وخلف وإبراهيم متفقين كل يوم نكون في القهوة على موعد معين، فلازم كل يوم نكون في القهوة على الموعد المعين. طيب هسا لما أنا كل يوم أروح على القهوة في موعدي وألاقيهم دائما غايبين، وألاقيهم دائما مش موجودين على الموعد المتفقين عليه، فهل هذا اسمه موعد أو اسمه تجمع؟ مرة عن مرة بزهق، ببطل أنا آجي كمان على القهوة فخرب الموعد. فهاي هي فكرة الموعد. الموعد بحالاته انه الكل يكون كاش، الموعد حالاته انه يكون في كوم، الموعد حالاته انه يكون في حمام رايحة جاية، الموعد حالاته مش بالصيد، الموعد حالاته في انك تشوف طيرك طاير وخالط مع فلان وفلان، وتكون انت مطيرين كليتكم مع بعض وكلكم بتصفروا مع بعض، ولما تيجي تحططوا ما تحططوا الا لما الحمام تفك من بعض، مش والله طب واحد خلص قرر انه ينزل حمامه من الكوم وانه مثقل ولا مخبط منزل حمامه وتارك الكوم ونازل برمة. غلط، ما في هيك، في اصول يا اخوان للحمام. في ناس اذا في ناس ما بيعرف هذا الحكي هذا غلط يا اخوي يا حبيبي، هذا غلط. الحمام لها اصول، تربية الحمام لها اصول، واللي بقول لك غير هيك هذا لا تفهم منه لا تسمع منه، هذا ما بفهم اصلا. تربية الحمام لها اصول، الكش له اصول، الموعد له اصول. انت بتكش حمامك مش قوية لا تطلع موعد. هاي جاي نطير يا اخوان، هاي جاي نطير. شو تعي 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 على التلقيس ما بده. البارحة جاني نوري ازرق على المغرب، والله يا اخوان تعرف خلاص نصيبه يطلع مني، نصيبه يعني ما ليش نصيب فيه. شو عمل المعلم؟ اجى عندي الحمام طايرة انا مش منتبه عليه، تمام، ماسك مع الحمام، لما طلع من الحمام انتبهت عليه، طلع من الحمام راح غاد ورد رجع، لما رجع كانت الحمام لسه قاعدة بتحط، وهي بتحط اجى رفرف على الرفصه وضلوا رايح. قلت يا الله الله معك، انا من اول مش شايفك، لو لي نصيب فيك كان شفتك من اول شيء. راح تعي 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 تعي. طبعا يا اخوان صحيح بدي اياك تكتبوا لي رقم واحد ولا اثنين، رقم واحد ولا اثنين، بدنا نفرجيك خشش من الخشتين. اكتب لي بالتعليقات رقم واحد او رقم اثنين، اكثر رقم بيطلع عليه الدور، او مثلا اذا رقم واحد في 50 60 واحد حطوا رقم واحد، وفي 120 واحد حطوا رقم اثنين، بفرجيكم خش رقم اثنين، عرفتوا كيف؟ مثلا 200 واحد حطوا رقم واحد و500 واحد حطوا رقم اثنين، بفرجيكم رقم اثنين، والعكس مثلا رقم واحد جابت
700 واحد حكى رقم واحد، ورقم اثنين جابت 5-6. بنفرجيكم خشة رقم واحد، فهيك يا اخوان بنفرجيكم خشة من الخشتين اللي فيهن حمام جديد، تمام؟ فانتوا يا اخوان اكتبوا لي بالتعليقات عشان ايش نصور لكم فيديو عليهن، لانه احنا كنا ناويين افرجيكم اياهم يعني مش هسه، بس ابو الحارث والشباب بيقولوا لي لا لازم تفرجي الناس وتفرجي المتابعين الحمام اللي جبتها جديد. طبعا يا اخوان انا ليش قاعد بطامي بالحمام هسه؟ لاني انا طالع واحتمال ارجع المغرب، مش رايح اصور حلقه ولا اشي. وانا الحلقه هاي اجت سبحان الله من هيك لحالها، لقيته شو اسمه هان، تعرفوا لقيته على الزينكو، على طرف الزينكو والله واقف، اقسم بالله كان واقف على الزينكو، قلت الحمد لله اجتني حلقه، اذا بطلع وصدته هيني صدته، ما طلعتش وصدته راح علي، سبحان الله لقيت حلقه وصدته. فانا اصلا كانت عندي حلقه زياره بدي انزلها، بس مش راح انزلها اليوم، راح انزلها بكره او بعده، لانه انا يا اخوان صراحه عندي ناس في المستشفى قرايب لي، يعني قرايب كثير من الدرجه الاولى، ومتشعتل معهم والله لي يومين او ثلاث، فادعوا له يعني الله يشفيه ويقومه بالسلامه، او ادعوا لها الله يشفيها ويقيمها بالسلامه ان شاء الله، وان شاء الله خير. فعشان هيك انا مضطر اطعم الحمام شوي، لانه الحمام هاي اذا فزت واحد نقز، واحد خبط، واحد عمل، واحد صخم، ممكن ينصاد منها اشي عجوع. فانا ايش بطعميها نص بطن زي هيك، بدي انزل يدوب انزل اصلي الظهر على السريع واطلع على مشواري، يعني طالع على المستشفى ان شاء الله، الله يفرجها شو بدنا نسوي، الله يشفي كل مريض يعني والله العظيم. يعني اللي بشوف زي ما بيحكوها مصيبته بتهون، او بشوف مصايب الناس بتهون عليه مصيبته، والله بنشوف بلاوي بالمستشفيات، موت وقتل ودعس ومشاكل، الله يفرجها الله يفرجها على الجميع، يعني الحمد لله على كل شيء. فالواحد يدعي دعوة صادقة من قلبه لكل مسلم، كل واحد مريض، كل واحد تعبان، كل واحد باله مهموم، والله العظيم ما بتعرفش لعلها تكون ساعة إجابة. دعوة الغريب، أو ما بعرف إذا إنه هذا حق صحيح أو لا، بقولوا دعوة 40 غريب إنها يعني مستجابة، ولكن إحنا بنحكي الدعاء يعني بالسراء والضراء منيح. يلا يا غوالي. العلم يا اخوان الاسطنبولي هذا ما كانش يطلع على الرفص، اقسم بالله ما كان يقدر يطلع على الرفص، جردت وجنني. يعني هذا اللي شو اسمه الريحاني، اقسم بالله يا زلمه انه كان عندي واحد ازلم منه. شو قال هذا ريحاني طير حمام؟ والله كان عندي ريحان، هيو هيو هذا هذا اقسم بالله ازلم منه، والله بطيره 3 ساعات ولا بقول اخ، بس لانه على الصماية حرام هسه. طلع حاض ما بيمسكش مع الحمام، مش عارف شو بتهياله، هالطير حمام بحسه انه قاعد بنجرد جديد. بطير بس ما بمسك مع الحمام، شوف ما بمسك، يعني مثلا برمطك وسيعه عندي مساويد اخشن منك، عندي ابلق، عندي بطوق اخشن منك، عندي رياحنا اخشن منك، عندي يهودي يا زلمه طوله نص متر وقاعد بطير وماسك في الحمام. طلع طلع مش عارف يمسكها اصلا، مش هو هيو هيو طلع، هي بدي احط، ما بمسك في الحمام ما بعرف. طبعا هي الرفصه فاضيه ولا طير عليها، قلت لكم اصبروا علي بس يومين ثلاثه بجرد لكم الحمامات صحيح صحيح يعني. طبعا هاي لو بعطيها موعد ليل يا اخوان كمان يا حبيبي بتطلع مجنونه هاي، انا لو بعطيها يومين بس يومين او ثلاثه ليل، هاي الريحان شوف شو بعمل، هاي لو بعطيها يومين او ثلاثه ليل يا اخوان تطلع انو وكاله وكاله، بس انا ما بدي اياها، ما بدي اشدها ليل، بدي اياها زي هيك يعني بس. شوف الريحاني هيو حط، والتكلجي اجى من بعيد، كاين سايق، كاين سايق على الواطي. انا
خلاص هذول الخشاين خليني احطه. هذا فرخ الزاجل مسود نحاسي اسطنبوليات الاثنين. يلا حط. طبعا قاعد بعودهم انهم ما يحطوش على المحطه انا على العب، انه يا اخوان شغله العب هاي صارت ايش تعمل، انه بنزل معك طير تلقى الحمام كلها نزلت على العب وانت هيك بتستفيدش، بدك تستنى الحمام لما تنزل عشان تضرب الطير. هيك الحمام اذا تعودت تنزل غاد الطير لحاله اجباري، اذا بده ينزل هناك بنزل، اما بلاقي المكان فاضي هان بنزل هان. فهاي شغله منيحه برضه. بتنجاني وين البتنجاني؟ والله فاقده. بتعرفوا شغله؟ هاي العرجاني بتنجاني فاقده. طبعا ليش البتنجاني فاقده يا اخوان؟ لاني كمان امبارح فقدته بجوز ساعه بدريش عنه، والله فاسد فاسد خلص انسى بريح. طبعا لانه يا اخوان الطير مش مجرود كثير وانا قاعد بجرد فيه عادي، لو ريح عبيت لو اشي شوي شوي بزبط. طبعا يا اخوان زي ما قلنا لكم صدنا طير، بدنا نفرجيكم اياه